السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، فيها نسلط الضوء على آخر المستجدات السياسية والدبلوماسية بالتزامن مع التقدم العسكري لقوات الشرعية على الأرض. فيما يشبه البحث عن طوق نجاة بالتزامن مع التقدم العسكري الكبير لقوات الشرعية على الأرض، تدفع الميليشيا بحلفائها الإقليميين والدوليين للضغط بشأن استصدار قرار لوقف العمليات العسكرية. مصادر سياسية أكدت أن موسكو تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بوقف عمليات التحالف في اليمن بدواعٍ إنسانية، وهي المرة الأولى التي تبدي موسكو قلقها من الوضع الإنساني في اليمن وتدعم قرار وقف الحرب فورا بالنظر إلى المواقف السابقة. لكن محللين سياسيين رأوا في ذلك محاولة من موسكو للضغط على الرياض بعدم التدخل في سوريا، وهي إشارة واضحة إلى أن اليمن بات جزءا من الملف التفاوضي الدولي وأمام معركة سياسية فاصلة ستحدد مستقبله، خاصة بعد توالي الأخبار عن مساعي أممية لتمديد قرار العقوبات الدولية الخاصة بالرئيس المخلوع وزعيم الميليشيا وبقية المدرجين ضمن قائمة العقوبات. على الجانب الآخر، يكثف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من تحركاته الدبلوماسية متنقلا بين الرياض وصنعاء ومسقط لإقناع الأطراف بالذهاب لجولة جديدة من المباحثات، لكن حتى الآن لم يتوصل ولد الشيخ أحمد إلى توافق ولو مبدئي بين الأطراف لاستئناف المفاوضات، وهو ما يؤكد بقاء الحل السياسي خيارا مفتوحا ولكن غير مؤكد، فيما يظل خيار الحسم العسكري هو الأقرب كما يقول مراقبون. في التقرير التالي نتابع تفاصيل المشهد السياسي والعسكري في اليمن. تتوالى الأحداث سريعاً، وسريعاً تتغير الخارطة التي تضيق حول الميليشيا، بينما تتمكن قوات الشرعية من مد سيطرة متكاملة تقترب من مركز السلطة الإنقلابية. للميليشيا أيضاً خياراتها التي تضطرها للمفاضلة بين معاركها حين تجد نفسها في مرحلة متقدمة من الضعف. سيشتد ذلك أكثر مع استعادة العاصمة صنعاء، وسيكون عليها أن تدفع بكل ثقلها فيما تبدو أم معاركها في صعدة، ولهذه خطوطها الحمر بالنسبة للسلطة الشرعية. فبقاء صعدة خارج نفوذ الدولة يعني الإبقاء على تناسل قوى التمرد والميليشيا من جديد. وكمن يبحث عن مخلص لها في الوقت الحرج، تكثف الميليشيا من تحركاتها الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين ودوليين لتهدئة كرة النار المشتعلة حولها. فبينما يبدو التحالف ماضيا في تكثيف العملية العسكرية وحسم المعركة بإنذاره الأخير للمنظمات الدولية بمغادرة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، تسعى موسكو إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف العملية العسكرية للتحالف في اليمن بدواعٍ إنسانية. لعلها معركة فاصلة تشهدها الدبلوماسية كما تشهدها الأرض أيضا لتحديد مصير اليمن. أيهما سيسبق الآخر لا أحد يعلم، لكن المؤكد أن الشعوب لا تنتصر إلا بذاتها ولذاتها أيضا. أما المجتمع الدولي فلا يزال يراوح مكانه وغير حاسم في وضع حد لتحالف الحرب على ما يبدو. فالأخبار الوافدة تقول إن مجلس الأمن سيناقش الأربعاء القادم قرارا بشأن تمديد العقوبات الدولية على الرئيس المخلوع وزعيم الحوثيين وبقية المدرجين على قائمة العقوبات. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يمل بعد من تحركاته النشطة ولم ييأس من نتائج جولاته السابقة، إذ ما يزال يواصل ماراثونه الدبلوماسي متنقلا بين صنعاء والرياض ومسقط، آخر محطاته للقاء ممثلي الحكومة والميليشيا. وبين إصرار الأخيرة على اشتراط وثيقة النقاط السبع مرجعية للمحادثات القادمة ورفض الحكومة ذلك، تتحفظ الأمم المتحدة. وفي التحفظ هذا إشارة إلى أن مصير اليمن لم يبارح المنطقة الرمادية بعد بالنسبة للقرار الدولي العاثر منذ زمن. السباق بين الدبلوماسية والحسم العسكري هو موضوع نقاشنا لهذه الحلقة. ينضم إلينا من القاهرة الصحفي غمدان اليوسفي، ومن دبي المحلل السياسي على الذكري، على أن ينضم إلينا من الرياض مستشار رئيس الجمهورية دكتور محمد موسى العامري. نبدأ معك سيد غمدان، مساء الخير بداية. أهلا وسهلا سيد غمدان. لنبدأ من تحركات ولد الشيخ الأخيرة ومحاولاته استئناف المباحثات، هل ما يزال لدى المبعوث الدولي ما يراهن عليه برأيك بالرغم من ما شهدناه من فشل في جولات السابقة؟ هو المبعوث الأممي يتحرك وفقا لوظيفته الدولية في الأمم المتحدة، لا أعتقد أنه سيتوقف عند طريق معين أو خط معين، لكن في النهاية المسارات العسكرية ربما
وصلت جميع الأطراف سواء في الحوثيين منذ بداية الوقت أو الحكومة الشرعية والقوات المسلحة الجديدة التي تقاتل في سواء في شرق العاصمة صنعاء أو في غيرها من المناطق، هي التي ارتأت أن المسار السياسي ينبني على النتائج التي تحققها هذه القوات، وبالتالي ليس على المبعوث الأممي أي حرج في أن يعني يدير حواراته بالطريقة التي يراها مناسبة. هو كان ينظر في فترة فترة حتى أنه كان يفصح عن بعض مخاوفه أو عن بعض قناعاته بأن الحراك العسكري هو الذي يحتم على أرض الواقع، وبالتالي انتقل الأمر في مرحلة ما إلى الحوارات السياسية في جنيف واحد وثم في جنيف اثنين أو في سويسرا كما يعني في مدينة أخرى في جنيف. لكن يعني هو كان ربما لديه قناعة أن الملف لم يتحرك سياسيا وبالتالي أيضا لم يتحرك عسكريا، لكن في هذه المرحلة أصبح التحرك العسكري طاغيا على الحراك السياسي، خصوصا بعد أن تم السيطرة على كثير من المناطق في شرق العاصمة صنعاء وشمال شرق أيضا، وكذلك في ميدي والتحضيرات التي تتم في محافظة تعز. هذه كلها تفرض أجندتها على الطاولة السياسية، ولم يعد الملف كما كان في مرحلة ما قبل جنيف اثنين أو في هذه المرحلة الحالية. الأمور تتغير تدريجيا، وسيتم ربما تحويل المسار السياسي إلى هذا المسار الذي يتغير الآن على الواقع. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ غمدان. ينضم إلينا الآن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري. مساء الخير دكتور. السلام عليكم، مساكم الله بالنور، مرحبا، حياك الله. وعليكم السلام دكتور. ما تفاصيل التحضيرات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بشأن استئناف المحادثات بين الأطراف بحسب علمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع الإخوة المشاهدين. في الواقع فيما يتعلق بالترتيبات، حصل كما يعلم الجميع تأخر عن الموعد الذي كان قد ضرب في فترة سابقة في جنيف ثم أجل مرة أخرى. ما يمكن أن يفهم من كلام ولد الشيخ بحسب اللقاء الأخير الذي اجتمعنا معه في الرياض يتلخص ربما في عدة نقاط. النقطة الأولى وهي أنه لابد أن يكون هناك ترتيبات أفضل من الترتيبات السابقة حتى تكون المحادثات ناجحة ومثمرة، بناء على أن الطرف الانقلابي الحوثيين ومجموعة صالح في الحقيقة لم يلتزموا بإجراءات بناء الثقة التي كان قد تم الاتفاق عليها قبل الذهاب إلى جنيف، فلم يفرجوا عن يعني هل تفهموا قناعة أممية بذلك أن الحوثيين فعلا لم يلتزموا بإجراءات بناء الثقة وعليهم اللوم الآن؟ بالفعل، لأن الكرة في برماهم. يعني إجراءات بناء الثقة محددة في ثلاث نقاط أساسية: الإفراج عن المختطفين والسياسيين سجناء الرأي والحوثيين والعلماء وغيرهم، فك الحصار عن تعز، تأمين المقرات. هذه القضايا كلها موجودة عند الطرف الانقلابي، هو المعني أساسا بتقدم خطوة نحو. ونحن قلنا لهم بكل وضوح في جنيف إذا كان هناك سجناء رأي سجناء سياسيين، فقالوا هم نحن لعبنا ليس عندكم سجناء رأي وسجناء سياسيين. إذن إجراءات بناء الثقة التي أخل بها هو الطرف الحوثي وطرف أو مجموعة الحوثي وصالح. المبعوث الأممي أخبرنا في اللقاء الأخير أنه لابد أن تكون هناك تحضيرات يعني أكثر دقة وأكثر جدية حتى تعطي ثمارها، ولو تطلب الأمر يعني وقتا أكثر. الشيء الثاني، النقطة الثانية، إذا هذه النقطة الأولى وهي الإعداد الجيد لأي محادثة. النقطة الثانية وهي أنه العملية السياسية يجب أن لا تكون منقطعة، لأنها في كل الأحوال لابد تكون موجودة بما في ذلك حتى لو
يعني سيطرة الشرعية على جميع مناطق اليمن، وأنه لابد أن يكون هناك خيط سياسي موجود ولا تنقطع هذه العملية. النقطة الثالثة هي قضية مسألة التواصل التي كانت قد طرحت، وهي لجنة التهدئة والتواصل. هذه النقاط تقريبا الثلاثة الرئيسية هي الآن المطروحة. طبعا المكان يعني يفضل أن يكون في منطقة العربية وبالذات في الكويت، ولا مانع أيضا لم يقبل الطرف الآخر بأن يكون أيضا في جنيف. طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى الأستاذ غمدان اليوسفي. أستاذ غمدان، يعني الأنباء الوافدة أو الواردة من مسقط تؤكد إصرار الميليشيا على التمسك بالنقاط السبع، ترفض الحكومة، يتحفظ المجتمع الدولي. يعني مع التقدمات الميدانية على الأرض بالنسبة للمقاومة الشعبية وقوات الجيش، لماذا لا تزال الميليشيا مصرة على هذه النقاط؟ يعني في النهاية النقاط السبع ستكون بعد أسبوع وبعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر حتى، ستكون هذه سابقة أو ربما متقدمة على هذه المطالب. يعني في النهاية إذا نظرنا للتاريخ القريب، كانت النقاط السبع في مرحلة من المراحل ربما يعد مكسب لبعض الأطراف، سواء طرف الحكومة أو الحوثيين كانوا يعتبرونها بعيدة عن هذا الحوار السياسي الذي يدور حاليا. لكن الآن منذ ما قبل أسبوعين، منذ هذا الحراك العسكري الذي أصبح واضحا للعيان أنه لن يتوقف إلا في قصر أو في دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، فبالتالي ستصبح النقاط السبع مجرد نقاش قديم يعني لا يمكن أن يقبل به أي من الأطراف. ومن الجيد أيضا أن الحكومة أعلنت موقفها منذ وقت مبكر، الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية أعلن موقفه يعني منذ وقت مبكر أنه لا يمكن أي حوار مع هذه الأطراف، يعني خصوصا يعني لا يمكن مع الحوار معها إذا كانت تعتقد أو تعتبر أن محافظة تعز وحركة الحصان عنها هو إحدى أوراق الضغط التي طيب يتم يعني حولها. نعم، الميليشيا يعني الحلفاء الدوليين إن صح التعبير للميليشيا يعني بدأوا الضغط الآن لوقف المعارك أو استعادة العودة إلى العملية السياسية إن صح التعبير. يعني هل هناك قدرة لهؤلاء الحلفاء على فعلا الضغط على الحكومة لوقف المعارك والتقدم سياسيا؟ لا يمكن الاقتناع أساسا سواء بهذه الضغوطات التي تدور سواء بالعلن أو بالسر، يعني خصوصا أن يعني روسيا حتى هذه اللحظة تعتمد قرارتها وفقا للتعامل الحكومة الرسمية، وهي تعتبر الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية هما يعني الممثل الشرعي لليمن وليس الحوثيين، وعلى هذا الأساس يبنى أي كلام فيما بعد. يعني أما أن يدور الحديث عن ضغوطات أو ما ضغوطات، هذه كلها أمور يعني أعتقد لا تجدي نفعا، خصوصا أن الواقع العسكري يفرض نفسه في هذه الآونة مثل ما فرض الحوثيون أيضا أنفسهم في مرحلة من المراحل كوجود عسكري وليس كوجود سياسي. في السابق كان اليمنيون متواتفون بما فيهم الحوثيون على طاولة حوار، ودار النقاش على هذا في ظل وجود المجتمع الدولي وفي ظل وجود الدول الصديقة لليمن في كل النقاشات التابعة للمؤتمر الحوار الوطني. حدثت خلافات، أعتقد هذه الخلافات كانت قابلة للإصلاح قبل أن يتم استخدام السلاح. إذن الآن نحن نتحدث عن استخدام سلاح ونتحدث عن ضغوط دولية لا يمكن أن تتوافق مع استخدام سلاح من قبل دولة الذي هو الرئيس الشرعي ودول التحالف في مقابل جماعة مسلحة الكل أو المجتمع الدولي بالكامل يعترف أنها حكومة أو جماعة انقلابية، وليس يعني فيما عدا إيران أو ما غيرها من الدول ربما هي الوحيدة التي تعترف بهم كشرعية ثورية كما يسمون أنفسهم. أما ما عدا ذلك فهو يعني فالجميع يعترف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي حتى هذه اللحظة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى الدكتور محمد موسى العامري. دكتور، هناك أخبار عن توجه روسي
الضغط على التحالف العربي بوقف العمليات على الأرض، يعني بحسب قربك من الحكومة ومن التحالف، هل هذا التوجه واقع؟ هذا أعتقد أنه الحديث هو حديث إعلام أكثر منه يعني حديث يعني واقعي. يبدو أن المجتمع الدولي بما فيهم الروس كانوا قلقين من وجود فراغ في المناطق التي حررت، ومن وجود يعني تيارات تتجه إلى العنف، بعد أن تبين لهم ولغير من المجتمع الدولي أن من يقوم بهذه الأعمال العدوانية في عدن وفي غيرها، وأن من يدفع بتيارات العنف والتطرف والإرهاب ونحوهم داعش وغيرهم، أن يعني صالح ضليع في مثل هذه المشاريع من خلال تجربة ماضية وحاضرة. يبدو هناك يعني الآن أصبح تفهم أنه ضرورة وجود الدولة ومؤسسات الدولة، أن وبالتالي مسألة الضغوط أصبحت مسألة يعني ليست واردة بقوة في هذا الاتجاه. يعني هو بكل الأحوال ستقع روسيا بنوع من التناقض في حال رفضت عمليات التحالف العربي باعتبارها تدخلا طلبته الشرعية في اليمن، وهي التي تدعي أن الشرعية في سوريا طلبت تدخلها. لكن إذا ما انتقلنا إلى الجانب الأممي دكتور محمد، يعني تحركات ولد الشيخ لا تعطي الكثير من المؤشرات الحقيقية لإنهاء الأزمة اليمنية وفق ما تضمنه القرار الأممي 22/16. هناك مخاوف من نصف تسوية يجري التحضير لها. أنتم في الحكومة ماذا تقرؤون في تحركات ولد الشيخ؟ نحن في اللقاء الأخير استمعنا إلى شرح مفصل من ولد الشيخ، وأكد أن الأمم المتحدة لم تغير رأيها وأن ما زالت يعني مصرة على الاتجاه نحو تطبيق القرار 2216، وأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك أي تراجع في ذلك، وأن ما تشير إليه جماعات الحوثي وصالح من أن هناك مشروع لنقضه أو أن هذا الأمر يعني غير وارد وغير صحيح. نحن صراحة قلنا له من أول يوم أن يعني واقع الأمم المتحدة أو التحركات الدولية ليست جادة، وهذا الذي أغرى وأمد في عبر هذه الحرب أنها أن جماعة الانقلاب الحوثية وصالح لم تجد رادعا حقيقيا من الأمم المتحدة. وإلى ماذا تعزون ذلك دكتور؟ هناك لا شك يعني تضارب في المصالح، وهناك أجندات يعني مختلفة، وهناك يعني أيضا للأسف المجتمع الدولي يمارس نفس الدور، هو دور الابتزاز ودور يعني الاتجاه إلى فرض المتناقضات. أنا قلت هذا أكثر مرة، أن هناك يعني إدارة للأزمة وليس حل الأزمة. لو وجدت جماعة الحوثي وصالح قولا أو نصا صريحا أو اتجاه حقيقي إلى تطبيق القرار 2216، أعتقد أن المشكلة كان قد حلت من وقت مبكر. طيب الآن هناك سعي إلى تمديد العقوبات الدولية على المخلوع وزعيم الميليشيا، لماذا جاءت في هذا التوقيت بالتحديد؟ يعني حتى الآن لم توجد بشكل صريح وواضح. هناك كلام وهناك، إنما لا تزال العقوبات سارية المفعول، وهذا الذي يعني يظهر. وكل حديث فيما إذا وجد شيء يناقض ما هو معروف سلفا. طيب الآن قوات الشرعية يعني تجاوزت معسكر فرضة نهم وتحدث الكثير من التقدمات في الكثير من الجبهات، سواء ميدي سواء الجوف. هذا التقدم هل يخفف من الضغط على العملية السياسية التي تقوم بها الحكومة في مواجهة ضغوط المجتمع الدولي وكذلك مواجهة الحوثيين؟ هو بالتأكيد يعني لا شك أنه كلما حصل هناك يعني تقدم واستعادة، كلما كان هذا لا شك أنه في صالح القضية اليمنية وفي صالح الشعب اليمني. اليوم كما تفضلت أخي الكريم، هناك يعني ليس فقط تقدم على مستوى الجبهات، بل هناك تصدع حقيقي وانهيارات
في صفوف الميليشيات الانقلابيه هو من يساندها، وهناك يعني تغيرات كبيره في يعني مواقف كثير ممن كانوا مخدوعين او كانوا يظنون انهم يعني باقون وماكثون في هذا المشروع العدواني. ما في شك انه المجتمع الدولي في النهايه له نظرته، لانه هناك اجتمعت القضيه جانب الشرعيه وايضا جانب الارض. اليوم الشرعيه يعني تتمدد وتتوسع ولم يبقى الا ان شاء الله الوقت القصير حتى. طيب بسؤال اخير دكتور، هل لا زالت الشرعيه متمسكه باجراءات بناء الثقه من تحرير المختطفين وكذلك فك الحصار عن تعز كشروط اساسيه للبدء باي مفاوضات قادمه؟ نحن الاصل الذي يجب ان نتجه اليه هو تطبيق القضاء 2216، هذه كانت مقدمه لاختبار النوايا، لكن ظهر ان هناك انه ليس هناك نوايا حسنه لدى الطرف الانقلابي، فليكون الاتجاه الان الى تطبيق القرار، ومن خلال تطبيق القرار 2216 ستاتي عمليه بناء الثقه، لانها اصلا مندرجه ضمن هذا القرار. يعني النص على الافراج عن المختطفين موجود في القرار 2216، لكن حصلت عمليه تقديم وتاخير، لكن لو اتجهنا الى تطبيق القرار فنصل اليها الى هذه القضايا بعينها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مستشار رئيس الجمهورية دكتور محمد موسى العامري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام المحلل السياسي علي الزكري. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، حياكم الله أستاذ علي. يعني هناك من يقول أن الملف اليمني يجرى وضعه الآن مقابل الملف السوري على طاولة المفاوضات الدولية، أنت برأيك كيف تفسر الموقف الروسي في هذا الوقت؟ بالتأكيد يعني هناك صلة وثيقة بين الملفين اليمني والسوري، وهناك من يحاول أن يساوم هذا الملف بذاك، هو تحديدا مع المملكة العربية السعودية. هناك من يرفض أن تكون للسعودية انتصارات سواء في الملف اليمني والملف السوري معا، فلا بد أن يكون هناك مقايضة أحد الملفات مقابل الملف الآخر، لكن في تقديري أنه احنا تجاوزنا هذا موضوع المقايضة هذه الآن، وما تقوم به سوريا يعني روسيا أو إيران من محاولات لترجيح، يعني هل هي محاولة لابتزاز القائمين على التحالف العربي يعني بشكل أو بآخر؟ كيف؟ لما أسمع السؤال؟ هل هي محاولة لابتزاز القائمين على التحالف العربي بشكل أو بآخر؟ هي أنا في تقديري محاولة لإنقاذ الحوثيين وعلي عبد الله صالح أكثر من ما هي محاولة لابتزاز التحالف العربي. الآن حقيقة الأوضاع على الأرض والتغيرات الحاصلة تحديدا في إطار العاصمة صنعاء تجعل روسيا وإيران يسعيان بكل ما أوتي من قوة لضمان بقاء الحوثيين وصالح شريكا وجزءا من العملية السياسية في اليمن في المستقبل. طيب إذا ما يعني توجهنا إلى الحديث عن الدور الأممي، المبعوث الأممي ما الذي لا يزال يراهن عليه حتى هذه اللحظة؟ يعني الحكومة تتقدم على الأرض، ليس من مصلحتها أن تتحدث أو أن يعني تهدف إلى وضع حل سياسي يضمن للحوثيين أكثر مما يستحقوا، وبنفس الوقت الحوثيين لا يبدو أي التزامات بإجراءات بناء الثقة، فعلى ماذا يعول المبعوث الأممي؟ شوف أنا أعتقد أنه ينبغي أن نتجاوز الحديث عن بناء الثقة، لم يعد هناك من مجال للحديث عن بناء الثقة. نحن الآن نتحاول، ينبغي أن يكون الحديث عن يمن ما بعد الحوثيين وليس عن عوامل بناء الثقة، لأنه الواقع على الأرض يفرض هذا التحول في الحديث. الأمم المتحدة بطبيعة الحال وكذلك المجتمع الدولي، هناك عرف يعني العمل الدبلوماسي أحيانا من أجل الدبلوماسية، لا يمكن للدبلوماسية أن تتوقف حتى وإن كانت تعلم أنها لن تغير في موازين الأمور شيء ولن تحقق شيء. المبعوث الأممي في اليمن يدرك يقينا أنه غير قادر على إحداث أي اختراق على الأقل في صفوف الحوثيين وعلي عبد الله صالح، لأنهم أبدوا تعنتا كبيرا في المراحل السابقة، ولا ينتظر منهم أن يبدوا نوعا من الليونة الآن.
فهناك عمل دبلوماسي يتم فقط للإبقاء على العمل الدبلوماسي. يعني الآن هناك القرار 2216، إلى الآن الأمم المتحدة لا تسعى إلى فرضه بالقوة على ما يبدو، على الرغم أنه كان مزمنا بشكل أو بآخر. هل من المتوقع أن يعني تذهب الأمم المتحدة أو يذهب مجلس الأمن إلى فرضه؟ لا لا، ليس متوقعا وليس واردا، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجه باتجاه فرض هذا القرار، لكن التحالف العربي هو الآن عمليا يمارس فرض هذا القرار بطريقة أو بأخرى، وعلى المجتمع الدولي في الأخير سيرضخ لمنطق الأشياء وللوقائع على الأرض. يعني هل من ممكن الحديث عن أن ما يجري دبلوماسيا هو فقط حديث لاستهلاك الوقت والاستهلاك السياسي، بينما فعليا الأرض هو من سيحدد الأمور خلال الفترة القادمة، هكذا أفهمين؟ يعني في كل التجارب التاريخية والمعاصرة حاليا دائما ما تكون الأرض هي من تحسم الأمور أولا، ثم يأتي بعد ذلك العمل السياسي. العمل السياسي القائم الآن وعمل دبلوماسي لابد أن يستمر، لأنه إذا انقطع سيكون هناك إشكالية في الحديث عن العمل السياسي ما بعد انتهاء العمليات العسكرية على الأرض، وبالتالي لابد أن يستمر هذا العمل السياسي حتى يبنى عليه في ما بعد انتهاء العمليات على الأرض. أنا أعتقد أنه الآن ينبغي علينا كيمنيين أولا أن نركز على إنهاء هذه الحقبة المظلمة في تاريخنا. علينا أن نركز الآن في الضغط على علي عبد الله صالح والحوثيين لتسليم صنعاء كما استلموها على الأقل بدون إرهاق المزيد من الدماء. طيب برأيك هل من مكان لقوات الحوثيين والمخلوع أو زعمائهم في حال سلموا صنعاء بدون إشكالات أو بدون حرب؟ أعتقد أنه الحراك السياسي الحاصل الآن والنشاط الدبلوماسي وما يعلن عنه من اجتماعات لمجلس الأمن أو مناقشات للقضية اليمنية في الثلاثاء القادم هو في إطار ضمان مكان لهؤلاء القوم في المرحلة القادمة، لكن في تقديري أنه يمنيا هؤلاء الناس لا ينبغي أن يكون لهم مكان، وإذا كان لابد أن يكون لهم مكان فلابد أن يحاكموا أولا. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي علي الزكري، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. ختاما تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم، وتحيات الزميل محمد القاسم في الإعداد، وبقية أفراد الطاقم الفني. دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.